لما رجعت من الغربي كل شي تغير. صرت شوف قديش نحن عايشين بسجن وحياتنا مش مثل حياة باقي البشر. كل إنسان بالعالم عنده وطن إلا نحن، مقطوعين عن بلادنا ومنسيين. يعني كل السوريين، نحن مثل باقي السوريين قلنا أسئلتنا وقلنا شؤوننا وقلنا مشاكلنا وقلنا انتقاداتنا وقلنا ملاحظاتنا على أي شيء عم يصير بهالبلد، يعني ولو أنه نحن الجزء المقطع والجزء المقطوع منها. يعني